وعلى يساري المخرج العياشي خد تيفو الترا عسكري على يساري هنا يصعد الآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، عاشقي البطولة، عاشقي الأفراح والأعراس الكروية أينما تواجدتم. على يساري هنا جماهير الجيش تفرح بصورة جميلة وتهلل بالتيفو هنا، وهي تعرف أن هذا الكلاسيكو التاريخي بين الجيش المرار أن تكون كما كانت منذ أو قبل الموسم الماضي كذلك كانت في الدورة التالية. إذن اليوم الجيش يدخل بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى: طارق الجرموني، باقي الأسماء يوسف القديوي، جواد ودوش، عادل السراج، عصام الراقي، يوسف البصري، محمد أمين قبلي، مصطفى علاوي، عمر بن دريس، الحسين شلة ومراد فلاح. الاحتياط يدخل كالاتي: خالد العسكري كحارس ثاني، باقي الأسماء: المهدي خرماج، عبد الرحمن مساسي، جواد قدار، حميد ناطير، عبد الرزاق المناصفي، محمد المريني. وعزيم بسبب الإصابة وعماد العمري يبقى هذا في اختيارات المدرب محمد فاخر. وعلى مستوى الرجاء هناك غيابات، سنتابع هذا الكرة أو نتحدث بسرعة. هناك غياب سليماني، ياسين الرمش، سملالي، جليدي وحمداوي. وكرة الآن، محاولة تسديدة قوية في جهة المرمى. خطيرة المحاولة الأولى للجيش، خطيرة المحاولة بعد استسلام برقادي بعد تصديه للكرة في الوهلة الأولى، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة والألطاف أنقذت الرجاء من أولى الأهداف للجيش. فبالفعل تنظن هذه المقابلة يمكن الكرة ثابتة هيكون عندها، شوف الإعادة من عمر، حل. فالكل كان تنتظر بأن اللاعب غيمر الأصدقاء ديالو، لكن تدفق قوية مباشرة. بن دريس معروف بن دريس لقب مع الوداد الغريم التقليدي للرجاء، ولقب بنكهة الجلباب الودادي المغربي، ويبحث عن آخر رفقة الرجاء. فرصة، خطيرة محاولة الجيش. ماذا يقع في دفاع الرجاء؟ أعتقد ماذا يقع في دفاع الرجاء؟ خطأ بين المدافع والحارس، وخصهم يتبهوا لهذه الاخطاء لان هناك تنظيم دفاعي هنا جيد لفريق الرجاء. نعم هنا الركنيه الى الفاخر، مطاف برقادي ينقذ مرماه. سنتابع الاعاده فيما بعد، لكن سنتابع الركنيه الان لصالح فريق الجيش الملكي. يوسف القديوي ابن الجديد الان في عمليه التنفيذ. هنا حوار من رمسيس الحكم الدولي هذا الذي تحدث عنه كل الموسم الماضي وقال ان له مستقبل جيد في مسار التحكيم المغربي. هنا الرأسية وخطيرة والهدف الأول، جول من علاوي. علاوي علاوي علاوي، قلت أن رأسية علاوي تكون دائما الأقوى وهو يكون دائما الأعلى فوق الكل، هكذا فعل وسجل بمرمى البرقادي. هدف مبكر للجيش الملكي في مرمى الرجاء. فبالفعل تنظن ان هذه المقابله الكرات الثابته غتكون عندها هي الحل الوحيد بحكم ان فريق الرجاء. شوفوا الاعاده من عمر، فهذه اعاده تنظن ان القديوي تيدير تمريره جيده ومركزه، لكن تنعرفوا القوه ديال علاوي فانه تيحاول يسرق الكرات قراب من المرمى ديال الحارس ديال الرجاء، وان الكرات الثابته هي اللي غدير الفارق في هذه المقابله. نتابع الاعاده وتدخل في حق محمد امين قبلي. حذاري من بندريس، فعنده تسديدات قويه، تسديدات قويه ومركزه. اذا بندريس عمليه التنفيذ، هنا بندريس تسديده قويه، جول للجيش الملكي. هدف للجيش الملكي. نعم تسديدات بندريس قويه، نعم يجيب عنك بن عمر بندريس ويسجل الهدف الثاني. هو لاعب آخر يجيد التسديد من بعيد، كما لدينا لاعب آخر هو طلال القرقوري ويجيد التسديد كذلك. أعتقد كاين هناك مقارنة بين اللاعبين، فطلال القرقوري مدافع ولكن بسمة مهاجم خاصة في الكرات الثابتة. بندريس من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات وطاقات وقوة، فتنظن أن هذا اللاعب لازم تم المناداة ديالو للفريق الوطني، ماشي حين تسجل اليوم ولكن العطاءات ديالو كلها متميزه في جميع المقابلات. اذا هدفين مقابل لا شيء، نتيجه لم تكن في البال. بالفعل ملي تيكون لاعب عنده امتياز عليك واخا تكون رقابه وتبغي تصعد معاه، ولكن كما قلت الغالب الله. فلاح، كره عاليه من فلاح وفوق المرمى، فهذيك كما يقول ضربه مرمى.
فبالفعل ما فيش هذه ما فيهاش تركيز. صعب المرموريه ديال فريق الرجاء في تمرير الكرات بيناتهم، ولكن لا اعتقد ان فريق الجيش الملكي يمكن له يستمر 90 دقيقه بهذا الايقاع، لان الضغط ما يمكن لكش تقوم به 90 دقيقه، يمكن لك تقوم فيه بمجموعه من الفترات متقطعه. التغيير وحيد لحد الساعه حتى وان كان في الشوط الاول لرجاء البيضاوي، هناك الديوي محاولة خطيرة، فلاح تمريرة عرضية خطيرة، هدف ثالث جول محمد أمير قبلي، محمد أمير قبلي ثلاثية الجيش هذا الليلة، ثلاثية الجيش هذا الليلة تسجل الآن، ثلاثية الجيش في مرمى الرجاء. ما هذا، فريق الجيش الملكي كبير جدا، وهو يبلي البلاء الحسن هنا أمام الرجاء. ماذا يقع لدفاع الرجاء؟ ماذا يقع لرجاء لدفاع الرجاء؟ هناك الكرات الثابتة، وبالتالي الكرات العالية، فتنظن بأن لازم بأن فريق الرجاء يسد الممرات، لأن كاين هناك ودوش وكاين العلاوي اللي صراحة كانوا إمبرياليين في الكرات الرأسية، فهذا ماشي في كرة أمامية عالية بالرأس من البصري، وفي هذا الأثناء رمسيس يعلن عن نهاية الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف للجيش الملكي مقابل دفاع متقدم، ضغط في نصف ملعب فريق الرجاء، ففريق الجيش الملكي ما رجعش باش يدافع على المكسب ديالو، فهو لازال بهذه الطريقة تيبحث على أهداف أخرى. ودوش كذلك يبحث عن التهديف، ودوش هنا محاولة تسديدة قوية كانت تسديدة بالرجل اليسرى أظن من عصام الراقي، نعم عصام الراقي عبد برز العناصر لاعب فريق الرجاء البيضاوي. هناك الديوي عملية الانطلاق، تعود الكرة الوسط محمد أمين قبلي، هناك الراقي ومصطفى علاوي، أعتقد العلاوي استنزف الإمكانيات البدنية لأنه تحرك كثير وقام بجهود كثير، وحاول ودوش وخطأ يقول الحكم، خطأ يقول الحكم، وسنتابع. هناك بطاقة لعبد اللطيف دريدو، جيدة على المستوى البدني ولا على مستوى التحرك. إدريس بن عمر هو الذي سيسدد الآن، فلو عاود الكرة مرة ثانية فتنظن بأن بن إدريس غيخرج رجل المقابلة، لأن مدافع يسجل لك هدف أو جوج فأعتقد أنه شيء قليل فيما تنشوفوه في مقابلات كرة القدم. سنتابع هذه المحاولة الآن، سنتابع عملية التسديد من بن إدريس. بن إدريس سجل هدف عن طريق كرة ثابتة، فلا أعتقد أخرى للجيش، تسديدة دائرية، هدف الهدف لطالع الجيش. بن إدريس عريس الجيش الملكي في هذه الليلة، يعني بالقوة سجل الهدف الأول وبالعقل سجل الهدف الثاني، ماذا بقي لبن إدريس أن يفعل؟ فالغريب هو أن بن إدريس سجل بالرجل اليمنى ديالو، فتنعرفوا أنه لاعب تيتقرج اليسرى، ولكن الغريب أنه اليوم سجل بطريقة ذكية بالرجل اليمنى يعني لبن إدريس، فتنظن بأن بن إدريس أنه اشتغل كثير في التدريب باش أنه تطور الرجل ديالو اليمنى، يعني حتى فوق الحائط البشري، نتابع هنا فوق الجدار عالية مركزة دقيقة، أعطت هدف لصالح الجيش، 4 أهداف قبل هدف. تنظن أن كاين هناك مشكل ديال الحائط. هنا سيري، نتيجة كبيرة لصالح الجيش الملكي في هذا الأثناء، 4 أهداف مقابل هدف. الأعراس وتنظن المساسي هو عنده إمكانيات، يمكننا نعتبره أنه من حجم أمين قبلي، فلهذا هيبقى هناك توازن داخل المجموعة. محاولة خطيرة ودوش ضرب العمليات تغطية دفاع. جيش عنده ترسنة من اللاعبين، وأن اللاعبين الحظوظ ديالهم متساوية والمستوى ديالهم متقارب، فلهذا ليس هناك فرق بين رسمي وبين لاعب في الاحتياط. مساسي الجهة اليمنى، هناك كرة لصالح فلاح، فلاح تمريرة خطيرة المحاولة ودوش، لولا المدافع لكانت كرة خطيرة على مرمى الرجاء. أعتقد بأن فريق الرجاء العمراني أظن فريق الرجاء أعتقد والتي استقبل اللاعب الآن بأنه خضع لقوة الرجاء والضغط ديال الرجاء، ما بقاش عنده أمل في أنه يرجع للنتيجة.
اعتذر تغيير الحكم نعم يعطي الان التغيير سيخرج اللاعب تغيير. لا زال مدرب محمد الخطير يبحث عن الاداء. اعتقد ان الميزه اللي عند اقدار يمكن هو يجيد الدفاع والهجوم، فيمكن بغي اعتقد انه بغي يدخل اقدار لهذا الممر باش يغلقوا. ثلاثي دائريه خطيره، الكره تعود بالراس، فرصه خطيره، محاوله تسديده، يعني الجيش الملكي بعناصر متكامله، يعني بن عمار تسديدات قويه. عبد اللطيف شريندو العميد، والاربعه اهداف منها هدفين لبن ريفاد الاثناء بن عمار. نهايه رمسيس ينهي المباراه باربعه اهداف للجيش الملكي مقابل هدف واحد للرجاء. خلاصه عن المباراه، فللاسف ما كناش نتمناو هذا السيناريو لانهم جوج الفرق اقطاب ديال الكره المغربيه، وكنا نتمناو ان الفرق يكونوا متوازنين وفي الاخير يمكن تكون النتيجه صغيره، ولكن كانت المقابله تتعرف اتجاه واحد.